بعيد الحصار المفروض على الجنوب الدمشقي يعاني الأهالي من قلة المواد الغذائية أو انعدامها في غالب الأوقات، مما حث عددا من الهيئات الإغاثية على التعاون واستحداث مطابخ مجتمعية للعسكريين والمدنيين في حي العسالي. حي العسالي اسمه حي العسالي وجوف الشيباتي، يقوم بالطبخ لأبناء حي العسالي المجاهدين والمرابطين على الحي. ومع ارتفاع أسعار المواد التموينية تارة وانعدامها تارة أخرى، يجد العاملين في هذه المطابخ صعوبة بالغة في توفير المواد اليومية اللازمة، مما أجبرهم على استخدام مواد رخيصة لا تتمتع بقوام صحي يصلح للاستهلاك البشري. هذه السمنة الموجودة يعني سمنة مو صحية، يعني سمنة سيئة جدا، بس هذا الموجود يعني حصار صار 8 شهور بحصار خانق، يعني وهي السمنة الموجودة عندنا بالمنطقة. هو في صعوبة بإجلاء المواد من يعني، واسعار كثير كثير غاليه، يعني كيلو الرز 6000 ليره، وفي شح بالمحروقات، عم نستعمل حطب، حتى الحطب يعني ما ضل بالمنطقه. تعمل المواقد هنا باشعال الحطب الذي كاد ايضا ان ينعدم من الحي، الذي يصطف اهله هنا منتظرين وجبه يوميه من صنف واحد لا غير، يتكرر المشهد يوميا لصغار وكبار يعيشون بابسط مقومات الحياه. تكفي لوجبة واحدة مقدارها 500 جرام. لكل مقاتل 500 جرام. لكل مقاتل 500 جرام. أن تصطف هنا منتظرا طبق طعامك اليومي لتفرغه في جوفك لا يسمن ولا يغني من جوع لحرية يعيش على أمل قدومها هؤلاء.